مشاهدي قناة ديسكو أمين تي في أينما كنتم من مدينة برشيد، اجتماع سيتنا اليوم لحفلة الوالي سيدي عمر بن الحسن، مواكبة للشرفاء أولاد الوالي سيدي عمر بن الحسن واللجنة المكلفة بالأشغال لإصلاحات في ضريح الوالي مع تتمة الأشغال بضريح الكنبوشيات. انعقد اجتماع استثنائي اليوم لحفلة الوالي تنوير المجتمع الحريزي عن بقية تتمة الأشغال مع المفاجأة بعد رفع الحجر الصحي والسماح بالتنقل لمباشرة الأشغال. للمشاركة في القناة لا تنسوا الضغط على لايك أي جيم مع تفعيل الجرس ليصلكم الجديد تشجيعا لنا. السلام عليكم مرة أخرى الإخوان ما حضروش معنا في هذا الاجتماع اليوم بحضور إخوة كلكم كما شفتوهم، خرجنا بواحد التوصيات، وأصلا هذا الاجتماع كان غير تأكيد على الرد اللي درنا للإخوة اللي مشاو داروا الزيارة التفقدية. احنا درنا هذا الاجتماع باش نحطوا الخطوط العريضه لاهم الاشغال اللي غادي تجي مستقبلا. الخلاصه هي الاخوان ان راك ان شاء الله احنا بمجرد ما تنتهي هذه الجائحه وسمحوا لنا اننا نمشيو نتنقلوا بحريه، راه غادي تحيد غادي نحيدوا هذا الشيء كامل اللي كاين تما، نحيدوا ان شاء الله في مراحل لكل ما تحملوا كلمه من معنى، كل شيء غادي نطرقوه بمجرد ما تلقوا لنا الطريق ورفعوا هذا الحجر هذا اللي كاين وهذه الطريقه ديال التنقل تكون مزيانه. ولكن المفاجات ان شاء الله هذه في صالح هذاك الضريح، وغادي تصر كامل يعني بلاد الحديث كلهم غادي تصرهم، وغادي تكون هي احسن رد على المشككين اللي كيهضروا اللي كيقولوا ان داك الشيء ما كاملش ولا هادي. والمشككين كاملين اللي بدات هذه المرحله هذه راه غادي تكون هذيك هو الرد عليهم. والحمد لله حنا دابا اليوم اجتمعنا 10 الناس، راه ما ساهلاش 10 الناس خلاو شغالاتهم وجاو، هذو راه بالنسبه لي انا هذوما ديك اللحمه اللي باقا متابعه الموضوع. كاينين شي عناصر ما استطاعوش بحكم السفر وبحكم انشغالات هذه ظروف قاهره ما قدروش يجيو، تما راه حنا سجلناهم. اللي كنقول لكم من خلال هذا الاجتماع ان الامور ان شاء الله غادا تسوى بمجرد رفع الحجر، وراه كاين ان شاء الله عطى الله ما يدار. وحنا ما بغيناش نذكروا هذا الشيء هذا في هذا الملخص هذا، نخليونا غير هنا الامور ان شاء الله راه غادا تكمل، والاخوه راه باقيين متحدين ومجتمعين، وحنا كنرحبوا باي واحد اللي كيخدم اللي باغي يخدم المصلحه وباغي يخدم هاد القضيه ديالنا. حنا راه كنرحبوا به وما تنجريو حتى شي واحد وما تنعيروا حتى شي واحد وما تنفروا من حتى شي واحد، دائما الباب مفتوح للجميع على شرط انه يكون قلبه على قلبنا ويكون الامر ديالو بحال الامر اللي حنايا كنامنوا به يكون امن به. ونعاود ناكدوا مره اخرى ان راه حنا ما مغلوبينش وما تنطلبوش وما تنسعوا حتى شي واحد. الحمد لله كاينين الرجال وهما اليوم اجتمعوا وخرجوا بقرارات اللي هي قرارات اللي هي صادقه وغادي تقضي الغرض. حنا راه كاينين الرجال في ولاد حريز، وهاد الاخوان ملي بدينا هاد المرحله هادي راه كاينين الرجال وغيبقاو الرجال، اي كثر القيل والقال وكثر الفتان وداك الشيء، ولكن راه دائما كاينين الرجال غادي نبقاو رجال كاينين. ما حد مواتنا كيولدوا الرجال غيبقاو الرجال، والقضيه راه غادي تستمر ان شاء الله. وكنعاود نجدد اننا حنا راه ما ضد حتى ناس، ما ضد حتى جهه، ما ضد حتى شي واحد، حنا ما ضدو، حنا مع الجميع. كاع اللي باغي يمد لينا يديه حنا راه حنا مادين ليه يدينا، ما عندناش الاشكال، كلشي خوت كلشي ولاد عم كلشي حباب، ما عندناش كاع الاعداء، حنا راه مع الاصدقاء الاصدقاء وكلنا ولاد عم. والسلام عليكم ورحمه الله. للمشاركة في القناة لا تنسوا الضغط على لايك أي جيم مع تفعيل الجرس ليصلكم الجديد تشجيعا لنا.